معاناة مستمرة في منطقة حي الكوفة الأولى ضمن فريق الجهد الخدمي والهندسي المشكل من قبل رئيس الوزراء. بعد إتمام المرحلة الأولى المتمثلة ب15 زقاق حيث تم إكسائها بالكامل، باشرنا بالمرحلة الثانية حتى تم استلام 9 زقة من بلدية الشعب. أعمالنا مستمرة في هذه الأزقة حيث باشرنا نعمل في أولا تنظيف الشوارع ومن ثم استخراج حدود الأزقة وقصها وفرش مادة السبس وتهيئتها لمد الرصيف الجانبي